السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنتي. بخير. الله يبارك فيك. شي مزيان. ولله الحمد بنتي. بس أنا بغيت نحكي لك عندي واحد المشكل. مريضة ما جاتش بخير. نعم بنتي. عندي العين ونص الخارجي. بتهدي واحد واحد الليل مبارك واحد دعاء الله يجازيك بخير. باش كتشعري بنتي سمية؟ باش كتشعري بالضبط؟ عندي ضيق في الصدر ديالي. إيه؟ كان ضيق في الصدر ديالي ومتبعة ديال الرقي ولكن غالي عليا شوية. الله يشافيك يا بنتي. خمسة الحصص وقول لي زيد خمسة الحصص أخرين. خمسة الحصص عند الراقي؟ عند الراقي. نعم. وبعيد عليك كنمشي طرطازه دنيا ومريضه ما شاء الله. هي المباركه ديال حد الله يجازيك بخير يا رب بنتي سميه. يا رب يا ربي شكرا لك يا بنتي. نعم صالح هاد الايام الله يجازيك بخير هاد الليله مباركه. اللهم امين بنتي سميه. الله يشافيك ويعافيك ويداويك يا رب. العين ايها الاحبه الكرام هي حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم معين الا من بورك. الا من بورك اللي قال تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. هذا عين حسنه. العين هي هناك من لا يؤمن بالعين كيقول لك انا والناس بعد مني اش جاب العين. لا العين فيها طاقه. احنا كبشر ايها الاحبه الكرام نحن اجسام عضويه وايضا نحن نفس. عندنا جسم نفساني وعندنا جسم روحي. احنا ثلاث اجسام جسم عضوي وجسم نفسي وروحي. العضوي كيفهم فيه الطبيب بالتحاليل وبالأدوية، والجسم النفسي كيفهم فيه البسيكولوج، والجسم الروحي هذا هو اللي كيوقع فيه الخلل وحساس جدا. ملي كيضربك الإنسان بالعين راه ما كيضربكش في الجسم العضوي أو النفسي، راه كيصيبك في الجسم الروحي. هو عبارة عن طاقة، طاقة بحال ليزر. بحال دابا الآن حنا كنشوفوا في البورتابل شكون اللي كيظن بأن واحد في قارة والآخر في قارة وغيتكلم معاه عن طريق الهاتف النقال، بل ويشوف معاه الصورة ويصيفط ليه رسالة عن طريق البلوتوث مثلا. شكون اللي كان كيتوقع غير منذ بضع سنين هذا الأمر؟ كذلك العين. العين حق تصيب الإنسان. شكون اللي كتصيبو العين؟ الإنسان اللي كيقول لك دمه حلو. دمه حلو واحد النوع كاين هناك فصائل دموية الأطباء كيفهموا فيها أو بليس أو موا، ولكن في الجانب الروحي هناك دماء كاين اللي دمه حار وكاين اللي دمه حلو وكاين اللي دمه مر. الناس اشكال والوان. اللي دمه حلو دغيا كتشد في العين الا ما قالوش تبارك الله. واحيانا قد تكون عين الاحبه العين ديال الاحباب ديالو ربما يقدروا يؤذيه. لهذا الانسان عليه ان يكثر من الذكر باش نحمي راسي من العين. كنقول الادعيه الماثوره أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد حسد. أعوذ بالله السميع العليم من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله السميع العليم مما خلق وبرأ ودرأ. هذه أدعية كتسمى تعودات هي مضادات حيوية للعين. باش كنعرفوا الإنسان اللي عنده العين كنعرفوا بأنك يبدأ لأول حاجة ضيق الصدر. كتلقى الصدر ديالو ضيق جدا غتكلم معاك ينفعل. كتلقى بان الدماغ ديالو مشقوق ديما دارو الراس. كتلقى يميل الى الوحده يسد عليه الباب وكيتفي الضوء بغى يتكلم غير مع راسو. وهنا كيتصاحب مع الوسواس. الى بقى بوحدو كيتصاحب مع الوسواس وكيلقى بان الخاطر ديالو ضيق دغيا كيتخاصم مع العائله. هذا عنده العين. باش نحيدوها اول حاجه كنكثروا من كلمه لا اله الا الله وكنكثروا من كلمة أستغفر الله وكنقرأ واحد البركة ديال القرآن الكريم. من بينها قل هو الله أحد والمعوذتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين بالإخلاص والمعوذتين. سيدنا النبي أعطاه الله واحد الحفدة جميل. كان سيدنا الحسين وسيدنا الحسن أعطاهم الله الفصاحة والبلاغة والبهاء في الوجه. فكان سيدنا النبي كيدخلوا عند الناس الزوار كيلقاو دوك الحفيدين كيلعبوا وكيلعب معاهم فكيقولوا ياه جميلين. ما كيقولوش تبارك الله ما شاء الله فيصابان بالعين. فكان النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم كياخذهم وكيقرا عليهم الاخلاص والمعوذتين حتى لا يصاب بالعين. كان يقول اعوذ بالله من شر ما اجد واحاذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وكان
يرقيهم بالقرآن الكريم الإخلاص والمعوذتين. صاحب العين اللي عنده الصدر ديالو ضيق عليه أن يقرأ ألم نشرح لك صدرك، يقرأها بزاف المرات، أو يصلي بها، يصلي بها في ركعتين، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، يوقع عليه انشراح الصدر، ورفعنا لك ذكرك، يرفع لله الذكر، فإن مع العسر يسرا. الرقية أيها الأحبة الكرام، بعض الرقاة ربما كيقول لك خمس مرات تنتقل من مكان لمكان. الراقي الشاطر من هو؟ الراقي الشاطر هو كيتلقى مع المريض كيفهمه أولا بالكلام، ما حقيقة مرضه؟ واش عندك عين؟ ولا عندك سحر؟ ولا عندك مس؟ ولا عندك موانع؟ كيفهموا الحالة باش غيعرفها بالأعراض. يقول المريض ماذا أصابك؟ يقول لي مجموعة حالات، يقول لي هذه الأعراض تدل على أن عندك إما عين، إما حسد، إما مس، وإما غير أوهام. كاين اللي جاما مريض هو عنده مرض الوهم، خصو لابد يفهموا الراقي اش عنده، يحدد ليه. ومعظم الناس عندهم غير الوهم، وكيتخيل لي بأن عنده العين وعنده المس وعنده كذا، فكيفهموا أولا. ثم بعد ذلك يقدر يقرأ عليه شي بركة ديال القرآن، يقرأ عليه، ولكن غادي يقول ليه الشفاء ليس من الراقي، الشفاء من الله جل جلاله. وانت أيها المريض احرص على أن تقرأ القرآن بنفسك، لأن أعظم رقية هي أن يقرأ المريض بنفسه. علاش؟ حتى المرض فين صابنا؟ صابنا في الخلايا، في الهرمونات ديال الجسم ديالنا. فلما أقرأ بصوت مرتفع، الدبدبات الصوتية تفهمها الخلايا والهرمونات ديالي وتتأثر بها بسرعة، فيتم الشفاء أسرع. هذا أحسن شفاء وأحسن دواء، أن المريض يقرأ بنفسه على نفسه. متى يستعين المريض بشخص آخر؟ يستعين به إذا كان أمي لكن لا يقرأ ولا يفهم، ممكن أن يستعين براقي يقرأ عليه. الراقي ليس بالضرورة أن يأتي خمس مرات، وإنما يقول للمريض إما أن يقرأ القرآن، فإذا لم يحسن يقول لي عليك بالأذكار، والأذكار بسيطة، يكفيه أن يقول لا إله إلا الله، يكفيه أن يقول أستغفر الله، يكفيه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يكفيه أن يقول إن لله وإن إليه راجعون، يكفيه أن يقول الصلاة على رسول الله. ولما القى ما يقول قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، يعمر قلبه بذكر الله ويرطب لسانه بذكر الله، أنذاك جميع ما فيه غادي يمشي. للأسف بعض الرقاة كيقول لي خمس ست مرات، وكيبقى ذاك المريض عنده تعب ديال النقل من منطقة إلى منطقة، ربما من مدينة إلى مدينة، وتكاليف مادية تزيد في تعبه. وصية، ذاك المال اللي عندي زيد غنعطيه للراقي، من الأفضل أن أتصدق به على الفقراء والمساكين. علاش؟ الراقي نود يخدم، لأن الراقي مش الرقية ماشي عمل، الرقية هي غير واحد الفضل من الفضائل الأعمال، وإنما خصو يكون عنده خدمة، عنده حرفة يأكل بها رزقه، ما يمد يده بالقرآن الكريم إلا إذا كان من باب التبرك فقط ومحدود جدا. وكاين بعض الرقاة الصالحين ذاك المال ما كيمستوش، يعاود ويتصدق به على فقراء ومساكين، ويعتمد هو على عرق جبينه، وربي كيكرمه سبحانه وتعالى الكريم الرزاق. فذاك المال ديال المريض عوض يبقى ينفقه هنا على الرقاة، يبقى يقول لي جيب كذا جيب كذا، يتصدق به على الفقراء والمساكين، يسعد قلوبهم فيسعد الله قلبه، لأن الفقراء هم عيال الله. من بين بعد الصدقة دو مرضاكم بالصدقة، نقول للمريض اللي عنده العين واللي عنده هذه الأرواح الخبيثة يسافر، سافروا أصحوا، ربنا عز وجل أمر بالسفر، قل سيروا في الأرض، نغير المكان اللي أنا فيه، نبدل ساعة أخرى، يومين ثلاث أيام نمشي عند العائلة عند الأحباب، نمشي الأوطيل مدينة ثانية، نغير الدائرة اللي كنسكن فيها باش تغير لي الأجواء. وربي سبحانه وتعالى هو الشافي والعافي. بنتي سمية الله يشافيك، الله يعافيك، الله يداويك في هذه الليلة المباركة، ربي يغنيك عن غيره، اللهم آمين يا رب.